اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بضيفي الكابتن رؤوف عبد القادر، مدير نشاط رياضي بالنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا كابتن هيثم، وحشتنا. وانت والله، والبرنامج الجميل بتاعك منور قناه النادي الاهلي. بيتك حبيبي، بيتك كابتن. يا كابتن حبيبي يا كابتن. كابتن رؤوف، احنا جهزنا تقرير حلو كده لمشوارك الكبير. انت ليك مشوار كبير مع النادي الاهلي، مدرب، لاعب ومدرب واعلامي، قصه كبيره كده. فخلينا نتفرج عليه ونعرف المشاهدين بحضرتك اكتر يا كابتن. يلا بينا اعزائي المشاهدين، هنشوف تقرير طبعا اعدناه عن الكابتن رؤوف عبد القادر. نشوف تقرير وارجع لحضرتك تاني. يعد الكابتن رؤوف عبد القادر احد رواد الكره الطائره في مصر والنادي الاهلي، بعدما قضى قرابه نصف قرن في رحاب الكره الطائره، محققا على مدار مسيرته لاعبا ومدربا العديد من الالقاب والبطولات، بلغت 71 بطوله متنوعه ما بين بطولات محليه واخرى اقليميه، ليسجل اسمه باحرف من نور في تاريخ اللعبه، بالإضافة لبراعته الإدارية وكذلك الإعلامية. استهل رؤوف عبد القادر مسيرته في صفوف قطاع الناشئين للكرة الطائرة بالنادي الأهلي قبل أن يتم تصعيده لصفوف الفريق الأول في عام 1968، ليستمر في صفوف الفريق الأول على مدار عقد من الزمان، حقق خلاله العديد من الألقاب والبطولات بقميص الشياطين الحمر. اعتزل رؤوف عبد القادر اللعبة، لكنه لم يبتعد عن معشوقته الكرة الطائرة، فقرر العمل في مجال التدريب عقب الاعتزال مباشرة. ولأنه يعلم أن الموهبة وحدها لا تكفي، قرر الحصول على الدورات التدريبية اللازمة للعمل في مجال التدريب محليا ودوليا، قبل أن يتخذ الخطوة الأبرز في مسيرته بالسفر إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة للعمل مدربا لنادي الوحدة الإماراتي من العام 1979 وحتى عام 1987، حتى قرر العودة إلى مصر مجددا. ونظرا لقدرات رؤوف عبد القادر، لم يتردد مجلس إدارة النادي برئاسة المايسترو صالح سليم في تعيينه في منصب المدير الفني للفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة، وذلك في عام 1996 وحتى عام 2009، ليقود الفريق لمعانقة المعدن النفيس محليا وإقليميا وبلوغ قمة المجد الرياضي، بعدما ساهم مع الفريق في تحقيق 5 ألقاب لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، وأربعة ألقاب لبطولة إفريقيا أبطال الكأس، وخمسة ألقاب للبطولة العربية، بالإضافة للهيمنة على لقبي الدوري والكأس لقرابة عقدين من الزمان. براعة عبد القادر في قيادة فتيات الذهب لمنصات التتويج دفعت الاتحاد المصري للكرة الطائرة للاستعانة بخدماته لتولي تدريب المنتخب المصري، لينجح في قيادته نحو التتويج بالبطولة الإفريقية والتأهل لبطولة كأس العالم للكرة الطائرة باليابان. شهد العام 2009 انتقال رؤوف عبد القادر إلى مرحلة جديدة في حياته المهنية، بعدما تقلد منصب مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي حتى عام 2014، والعمل كمدير تنفيذي لاتحاد الطائرة حتى 2018، ثم العودة مجددا لإدارة النشاط الرياضي بالقلعة الحمراء، ليضيف رؤوف عبد القادر سطرا جديدا في كتاب المجد الرياضي أثناء توليه مهمة النشاط الرياضي، بتفوق كامل للشياطين الحمر في كافة الألعاب الجماعية والفردية، بعدما نجح في استعادة العديد من النسور الحمراء لتحلق مجددا في سماء الجزيرة، بالإضافة لتصعيد الناشئين والناشئات من أبناء النادي واستقطاب المواهب، ترسيخا لرسالة نادي الوطنية التي تتمثل في إمداد المنتخبات الوطنية بنسور القلعة الحمراء لترفع راية الوطن في المحافل الدولية.
اهلا بحضراتكم من جديد. قبل ما استأنف طبعا حوارنا اللي احنا مستنيينه مع كابتن رؤوف عبد القادر، بحب طبعا انوه مصطفى عسل لاعبنا، طبعا لاعب السكواش او لاعب النادي الاهلي اللي بيلعب في بطوله مصر الدوليه دلوقتي في السكواش، متعادل 1-1 في دور الثمانيه مع اللاعب الكندي نيوزيلندي انا اسف بول كول. اول شوط مصطفى خسره 11-8، ولكن استطاع انه يتعادل الشوط اللي بعد كده يكسبه 11-9 ويتعادل بنتيجه 1-1 في الاشواط. هنتابع معاكم ونشوف مصطفى ان شاء الله عمل ايه. كابتن رؤوف، يمكن مشوار حافل الحقيقه، يعني اكيد بتعتز بيها يا كابتن. والله في البدايه طبعا بشكر قناه النادي الاهلي على التقديم الجميل ده، وبقول احنا كلنا يعني اولاد النادي الاهلي في خدمه النادي الاهلي، سواء كلاعبين او كمدربين او كمسؤولين، اتعلمنا من اللي قبلينا وبنحاول على قدر الامكان ان احنا نجتهد، كل ده لخدمه الكيان. اكيد يا كابتن، وده مش غريب عليك ان حضرتك تقول الكلام ده. خلينا نخش حضرتك بقى في المضمون على طول. حضرتك توليت المسؤوليه الاخيره من 2018، تمام، واكيد لما جيت قيمت الموقف وشفت الدنيا في الالعاب عامله ازاي، ايه الخطه اللي حضرتك حاططها من 2018 وماشي عليها حتى الان؟ يعني هو في الحقيقه في البدايه يعني انا بحب، يعني انا ما بحبش ان انا انسب اي شيء لنفسي انا شخصيا، احنا سلسله وبنكمل بعض، سواء انا مسؤول النهارده عن اداره النشاط الرياضي، في ناس قبلي كانت مسؤوله عن اداره النشاط الرياضي، فبالطبيعه يعني احنا راجعنا كل النتائج بتاعت الفرق سواء الجماعيه او الفرديه، وابتدينا نقيم الموقف، الاجهزه الفنيه الموجوده، مجموعه اللاعبين الموجودين، قدمنا خطه، يعني خطه طويله وخطه قصيره. الخطه القصيره كانت تعويض النقص الموجود في اسرع وقت، والخطه الطويله دي بتعتمد على الاعتماد على القاعده العريضه من الناشئين ووضع استراتيجيه لجميع الفرق الرياضيه، مستوى الاعمار اللي موجود في كل فرقه ما بين جيل كبير وجيل وسط وجيل جديد او من الاشبال، اعدادهم ايه والخطه المستقبليه بتاعتهم ايه، علشان نضمن الرياده، لان احنا في النادي الاهلي تعودنا وتعلمنا ان التارجت بتاعنا هو المركز الاول بالظبط، رقم واحد. فطبعا سهل جدا زي ما الناس عارفه الحصول على المركز الاول، لكن الصعوبه كل صعوبه المحافظه على القمه، وده اللي احنا بنهدف له كنادي اهلي طول عمرنا اللي تعلمناه من الاجيال اللي قبلينا. طب خلينا نتكلم يا كابتن لعبه بالاخص، طبعا لان جمهور النادي الاهلي طبعا بنتابع كل الالعاب بشكل كبير. نبتدي بالكره الطائره، يمكن حضرتك لما مسكت كنت حريص ترجع اولاد النادي الاهلي تاني، حضرتك كنت شايف ازاي سواء رجال او سيدات الكره الطائره؟ يعني الفريق الكره الطايره يعني احنا بنسميه فريق الذهب، هبتدي بالبنات يمكن عشان كان ليا الشرف ان انا دربت الفرقه فتره طويله. الفريق ده يعني بيعمل انجازات، اعتقد ان المركز الاعلامي في النادي الاهلي دلوقتي في صدد المحاوله لفعل مراسله موسوعه جينيس عشان عدد مرات الفوز بالبطوله الدوري صحيح. في مصر يعني تعدت ال 24 سنه على التوالي، ما اعتقدش ان في فرقه صحيح. ممكن محققه هذا الانجاز، ده بالاضافه الى عدد البطولات الافريقيه اللي هي محققاها. يعني لما بنقول مثلا فريق القدم هو فريق القرن بالنسبه لكره القدم، فبرضو اعتقد ان فريق القرن او مش اعتقد الاحصائيات بتقول ان عدد البطولات اللي حققها على المستوى الافريقي بيجعله هو متوج، ده بالاضافه ان المجلس الاعلى في افريقيا تم اختيار فريق كره الطايره للسيدات صحيح. في هذا الموسم الفريق الجماعي الاول في القاره الافريقيه على المستوى النساء على المستوى النساء. بالنسبه للرجال ادى الجائزه لفريق الجزائر لكره القدم عشان كان فاز ببطوله الامم الافريقيه لكره القدم، وفريق النادي الاهلي للكره الطايره هو في المركز الاول. فاللي انا عايز اقوله في مجموعه من اللاعبات، وزي ما قلت جيل بيسلم جيل، في اجيال بدات يعني قديمه، ممكن في ناس لا تذكر الاجيال القديمه الاولى، ولكن يمكن اقول الانجازات بدات على ايد مجموعه من اللاعبات زي تاني توسن ومنى عبد الكريم وهناء حمزه، ومش عايز انسى حد يعني، واللي بعد كده من جيل لجيل لغايه ما نوصل للجيل
الحالي آية الشامي وفريد العسقلاني ونهلة وشروق والمجموعة اللي معاها. فالنهاردة احنا ما زلنا على قمة البطولات الأفريقية وأيضا محافظين على التفوق الموجود. بالتالي ما احتاجناش السنة دي صفقات جديدة يا كابتن في الكرة الطائرة النسائية، يمكن الحمد لله احنا عندنا أفضل لاعبات، يمكن المحترفة بس هي اللي انضمت. يعني هل في تخطيط لحاجة أو خلاص كده بالنسبة لنا برضو مش محتاجين؟ الكابتن حمد الصافي أبدى رغبته في ضم ليبرو من نادي الصيد، وإحنا بنحاول إن احنا دلوقتي نخلص الإجراءات ووصلنا لمرحلة كبيرة، دي الحاجة الوحيدة اللي هو طلبها. تمام. إلى جانب اللعيبة البرازيلية اللي تم الاستعانة بيها. واعتقد ان مجموعه اللاعبين الموجودين دول هنشارك في افريقيا يا كابتن لو اقيمت، يعني دلوقتي احنا جاهزين نروح ما فيش مشكله. احنا في اي وقت. يعني هي كانت البطوله المفروض ان احنا هننظمها قبل جائحه كورونا. يعني حضرتك النادي الاهلي فعلا هو اللي كان حظى بشرف تنظيمها. ولسه حتى الان احنا اللي جاهزين، يعني مستنيين لغايه دلوقتي. طب هل في اتصالات مع دكتور عمرو مثلا هتقام ولا لا؟ يعني برضو منتظرين يبقى قرار اتحاد افريقي. و ليه؟ لان الظروف اتغيرت النهارده، ويعني طرق المواصلات ومين كم فرقه هتشارك، الحاجات دي مهمه جدا في التنظيم يعني. طيب الرجال، نروح على الرجال يا كابتن الطايره. يمكن حضرتك لما توليت المسؤوليه كان يمكن احمد صلاح وعبد الله عبد السلام كان يعني محتاجين يرجعوا لفرقتهم، كان حصل تدعيمات. عملت ايه برضه في موضوع الطايره وفكرك ماشي ازاي، خاصه ان احنا حتى الان ما تمش التعاقد او الاستعانه بلاعب محترف، هل في نيه كمان للاستعانه بيه ولا لا؟ يعني هو في الحقيقه يعني حلقت الخيط الاخير من كلامك. بالفعل المكتب التنفيذي وافق في جلسته الاخيره على ضم لاعب برازيلي تقدم به كابتن محمد مصلحي، والحقيقه السي في بتاعه عالي جدا، وتم تحليل المباريات بتاعته 3 مباريات كامله ده بالاضافه للهايلايتس اللي اتبعت. لعيب مستواه كويس جدا، وبالفعل يعني في غضون ايام هيوصل لمصر. فعايز اقول ان فريق الكره الطايره برضه زي فريق البنات، يعني اعتقد في 3 سنوات الاخيره يعني من 2018 من ساعه ما توليت المسؤوليه هو محافظ على البطولات بتاعته سواء المحليه او العربيه او صحيح. الافريقيه. جيل من ذهب، جيل انا اعتقد انه من احسن الاجيال اللي جت في تاريخ النادي الاهلي، وايضا في منتخب مصر حقق انجازات على المستوى الافريقي والعربي صحيح. وكمان الدولي بالنسبه للمنتخب مجموعه. عايز اقول يعني من الحاجات اللي ممكن بتألم الواحد او اي حاجه، ان بالرغم من الانجازات بتاع هذا الفريق بعض الاصوات بتاعه بتتكلم على سن الفريق او اعمار الفريق واستشهاد احمد صلاح وعبد الله عبد السلام. بس هم ردوا يا كابتن. يعني هو ده اللي حضرتك قلت، يعني ردوا في الملعب يعني خلاص. عمر اللعب ما كان بالسن ولا اي حاجه صحيح. ولكن العطاء بتاعهم اعتقد ان هو لعده سنوات صحيح. اخرى صحيح. احنا شفنا بسم الله ما شاء الله مثلا اسماعيل احمد بيلعب في الاتحاد السكندري وحاجه و40 45 سنه بالظبط، مواليد 76 1000 بالظبط، وبيلعب وبيأدي لغايه النهارده. فالعطاء كابتن طارق الغنام برضه لغايه سن قد ايه لعب بالظبط، وانت برضه كابتن برضه يعني 38 سنه و39 صحيح. يعني فالنهارده يعني الموضوع مش موضوع سن، ولكن عايز اقول برضه في استراتيجيه ان يعني في اعمار كبيره، في اعمار متوسطه، وفي 3 اجيال في ثلاث اجيال موجودين. ده بالاضافه في تخطيط معروف ان السنه الجايه 2021 مين في لعيبه فري هتبقى موجوده، وتم يعني مخططين للكلام ده اكيد كل حاجه. طب خليني اعرف من حضرتك الكلام ده بالتفصيل كمان، لان الطايره الحقيقه برضو محتاجين نعرف المستقبل القريب. بس اعرف حضرتك الحاجات دي بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل اعلاني ونرجع نكمل حوارنا الممتع الحقيقه مع الكابتن رؤوف عبد القادر. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا بنستأنف حوارنا مع الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. كابتن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الطايره سيدات الطايره رجال، طمنا حضرتك قلت حاطط استراتيجيه السنه الجايه وعينك على اللعيبه اللي هتبقى فري واللعيبه بتوعنا المعارين للخارج برضو. هننتقل طبعا على كره السله. كره السله يمكن جمهور النادي الاهلي عنده تساؤلات كتير جدا، ليه ارقامنا مش عاليه في البطولات بالرغم من اخر 20 سنه احنا احسن ارقام في مصر، ولكن بدأ بناء الفريق يمكن بالسنة اللي فاتت صفقات كانت كبيرة، جينا السنة دي كملنا. رؤية حضرتك لفريق كرة السلة رجال ايه؟
تملي احنا بنركز على يعني الفريق الاول، هو صحيح العنوان بتاع النادي، لكن ما ينفعش ان انا اقيم جهاز كره السله على الفريق الاول للرجال. صحيح. جهاز كره السله عندي فريق السيدات، عموم السيدات، مجموعه من الشابات والمرتبط بالنسبه للبنات، ايضا بالنسبه للرجال ايضا هناك المرتبط و18 سنه و20 سنه. وخدنا الدرع السنه اللي فاتت رجال وسيدات. بالظبط. اذا لما تيجي تشوف درع السيدات درع الرجال الاثنين احتفظ بيهم النادي الاهلي يعني. ومش كده بس، يعني بعد كورونا الاتحاد استأنف نشاط ثلاث بطولات للناشئين، بطوله 20 سنه للرجال وبطوله 18 سنه، وفاز بيهم النادي الاهلي ببطوله الجمهوريه المركز الاول والمركز الاول. وثاني في البنات ال 18 سنه برضه فاز بالبطوله بتاع 18 سنه. طيب استأنف الدوري بتاع السوبر بتاع البنات واستطاع الحمد لله البنات الفوز بعد الماراثون الكبير في البلاي اوف مع نادي سبورتنج وتقديمه تاخيره 1-0 2-1 بالظبط كده. اذا ان احنا بنتكلم بطوله 2 3 4 5 خمس بطولات النادي الاهلي بعد كورونا احرز اربع بطولات من الخمسه. هنقول طبعا ان احنا طماعين او حضرتك قلت ان دايما الدرجه الاولى بتبقى الفريق الاول هو العنوان هو العنوان. فاحنا بالنسبه لنا كنادي الاهلي التارجت بتاعنا لاي فريق ان هو المركز الاول زي ما اتفقنا. طيب السله في مصر وضعها غير اي وضع لعبه تانية. اولا هنشوف لغايه الموسم اللي فات كل ماتش اي فرقه بتروح تلعبها مش ضامنه النتيجه معلقه داخل الملعب. صحيح. بمعنى يعني ممكن مثلا دوري اليد او الطايره وانت رايح يمكن عارف نتيجه المباراه متوقع النتيجه طبعا الرياضه ما فيهاش توقع لحاجه، لكن على قدر الامكان بتبقى انت قاري الموضوع. ولكن كره السله عند حضرتك في الاهلي، عند حضرتك الزمالك، الاتحاد، سبورتنج، الجزيره سموحه، يعني في لعبه فيها حوالي خمس ست فرق كل المباريات كلها لا تحسم الا داخل الملعب في الثانيه الاخيره. اذا طبيعه الباسكت المنافسه عليها قويه، ولدرجه شوف حضرتك توزيع بغض النظر عن الموسم الاخير فوز الاتحاد السكندري بالثلاث بطولات الرئيسيه، ارجع للسنه اللي فاتت ممكن تلاقي نادي واخد كاس، نادي واخد المرتبط، واحد واخد بطولات متوزعه بالظبط. هتبص للسنه اللي قبليها، اذا القوة متغيرة. طب النهاردة البنى بتاع فريق في كرة السلة ما بين مش بتاع يوم وليلة، المعروضين في السوق اساسا عشان تدعم بيها الفريق بتاعك العدد بتاعه محدود، وكل فريق عنده نجوم ومحتفظ بيهم. اذا النهاردة انا لما ركز صفقتين من العيار الثقيل اللي هم جبناهم في الاخر من نادي الجزيره، عمرو الجندي وعمر طارق بالظبط كده اهو، ده بالاضافه الثلاث برضه احمد حمدي طبعا اللي كان صورنا دي صفقات كره السله. فبالظبط يعني احنا فوجئنا باحمد حمدي وكمان كان ومهيب ومهيب ومودي من مصر التامين. اذا يعني انت بتتكلم في حوالي اللي موجود والاحسن انا بجيبه على طول. واعتقد ان جميع الخبراء بتاع كره السله اجمعوا ان اللاعب المحترف الامريكي بتاعنا أليكس يعتبر في وجهه نظر انه احسن محترف. صحيح. في الدوري السوبر، وتم التجديد معاه ده بضيف للتدعيمات اللي تمت السنه اللي فاتت. هيبقى مين واكثر من لاعب ايضا، عبد الفضيل والبحيري من الاول، وده بالاضافه بقى لنجومك اللي هم شاهدين الفريق بتاعك اللي بقى لك خمس ست ابراهيم الجمال ومودي جرحي، مش عايزين ننسى حد يعني ناس كتيره، وابو الفضل يعني اكتر من واحد، والسلعه وربنا يشفيه باذن الله، وسيف سمير، وانا خايف انسى حد. لا لكن اللي انا عايز اقوله احنا عارفينهم يعني اللي ايه النجوم الموجودين. يعني افهم من كلامك كابتن رؤوف ان بناء فريق كره سله حضرتك شايف اللي احنا شايفينه برضو انه صعب، والمتاح في السوق بيبقى قليل، و السنه دي النادي زي ما بيقولوا دخل بتقله جامد جدا في صفقه عمرو وعمر طارق، لانه كانت يعني احنا شفنا المفاوضات راحت وجات كتير. فافهم من كلامك انه البناء بياخد سنه ورا الثانيه ورا الثالثه. صح يا كابتن الكلام اللي انا بقوله؟ صح. طيب ونرجع بقى مع بعض كده الموسم اللي احنا فيه ده، تمام، بالرغم ان نادي الاتحاد السكندري يعني
يمتلك مجموعة من اللاعبين على مستوى عالي جدا، لكن هتتذكر معايا مباراة المرتبط مع نادي الجزيرة، كان نادي الأهلي متقدم 7 نقط وكان فاضل 14 ثانية، يعني كنا قاب قوسين أو أدنى ناخد البطولة. هنبص الماتش بتاع الكاس لغاية آخر ثانية، كرة على إيد أليكس وبيرمي ثلاثية، لو نزل في الباسكت خدنا الكاس. كرة قعدت تتنطط على الحديدة وفي الآخر طلعت بره. كنا قريبين أصلا حضرتك إن إحنا قاب قوسين أو أدنى كنا ناخد الكاس. النهاردة برضو في الماتش اللي هو بتاع البي أوف بتاع السوبر، الماتش الرابع كنا 2-1 وكنا قادرين ناخد بالظبط. نبقى 2-2. عايز أقول لحضرتك إن الدنيا قريبة، يعني في توفيق وعدم التوفيق، لكن أنت عملت نتيجة قريبة جدا على حسب التخطيط السليم. طيب في بعض المراكز اللي فيها ديفوهات، الجهاز الفني هو اللي بيحدد لنا احتياجاته ايه، واحنا بننطلق في المفاوضات والحمد لله يعني ربنا كرمنا بفريق اعتقد برضو، يعني عايز اقول لحضرتك كل حاجه راجعه للتوفيق وعدم التوفيق. صحيح. عشان برضو ايه ما نعملش نوع من الضغط على اللاعبين والمجموعه، لان دلوقتي كل الجمهور بقى فيه نوع من الضغط عليهم وده بيجيب اثر عكسي. برضو ده هيخلينا نتطرق للشيء يا كابتن هيثم، السوشيال ميديا. السوشيال ميديا النهارده اصبحت بتشكل ضغط رهيب جدا يا سيدي على اداره النادي او علينا كمسؤولين ولا حاجه، احنا نتحمل ما فيش مشكله، لكن حتى اللاعبين النهارده كان زمان يعني بذكروني يعني في شبابي كان في الاستاذ نجيب المستكاوي الله يرحمه، كان تملي بعد كل ماتش بيعمل درجات لكل فرقه، يعني ال11 يقول فلان فلاني 9/10، فلان فلاني 8 فعلا. كان كل الجمهور تاني يوم يستنى علشان يشوف التقييم بتاع كل لعيب، واللعيبه نفسهم بيبقى بيلحق الصبح عشان يشتري الجورنان عشان يشوف دلوقتي على طول بعد الماتش السوشيال ميديا فالنهارده انت لما تحط اللعيب تحت الضغط والنهارده اصبحت تتدخل في الامور الفنيه وبتحط في كم اسيست وكم ثلاثيه وكم كذا، فالنهارده وبتنقد افرض لعيب النهارده مش موفق او اي حاجه، نوع الضغط عليه اللعيب محتاج ان هو يطمئن، اللعيب محتاج ان هو بيلعب، يعني انت مقدر الكلام اللي انا بقوله. وانت بتلعب الثلاثيه دي لازم من جواك تبقى مش همك، لو يعني انا فكرت بحاول اجلي لو فكرت ان انا هجلي. بحاول انا شايف ان انا في وضعيه ان انا لازم اصوب، لكن بقى لو حطيت في دماغي اصلا انا اتهاجمت بقى لما ضيعت النوبه اللي فاتت هضطر اروح مديها لزميلي، يبقى هبتدي مفيش حد هياخد القرار، ليه؟ كل واحد هيهرب من اللي سابه. اذا النهارده اصبحت في امور فنيه مفيش حد يعرفها الا مدرب الفريق. صحيح. انا شخصيا كمدير نشاط رياضي لا تتدخل في اي اعمال فنيه خالص من الفرق، حتى الكره الطايره اللي هي لعبتي لا اتدخل خالص بالمره، ولا في اختيارات المدربين للاعبين ولا اي حاجه، لان في اجهزه دي بتقيم اخر الموسم وبالتالي يجب ان تعطى الفرصه كامله ولا حساب الا اخر الموسم، فبالتالي صحيح. انا لا اتدخل في اي قرارات فنيه بالرغم ان انا يعني كثر الاحتكاك في الاعلام بتعرف، لكن اللي انا عايز اقوله ايه، يعني بناشد من البرنامج بتاعك يعني اولادنا واخواتنا في السوشيال ميديا يعني الرحمه باللاعبين، وفي نفس الوقت موضوع تاني برضو عايز اكلمك عليه، لما توصل لهم معلومه مثلا ان احنا مثلا بنتفاوض مع اي لاعب او لاعيبه او اي حاجه يعني المنافسات لسه شغاله. عايز اقول مش حاجه حلوه ليه، لانك انت لما بتنشر حاجه انت عارفها انت ممكن تبوظ المفاوضات، ممكن انك انت تعطلها، ممكن يخش نادي تاني بحيث انه يرفع القيمه الماديه. صحيح. بس يا كابتن اقول لحضرتك حاجه في القصه دي او الموضوع ده، ما تقدرش تحكمه، لان دي 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 معلومه بره يعني يعني يعني، وبالاضافه طبعا ان دي يعني زي ما تقول سوشيال ميديا، فانت حتى لو جمهورنا ما قالش ممكن حد تاني يقول، بس دي مش هنقدر نحكمها قوي، انما انت قصدك ان دي بتضر المفاوضات اكيد واتيفر طلعت من مين. اكيد انت لازم تتعاون معايا لانك انت في بيتك. صحيح. انت لو انت محايد يعني كويس قوي، ده سبق والحق ومن حقك انك انت تنزله، لكن انت ممكن انك انت بتتكلم باسمي، لما انت لو بتتكلم باسمي او صحيح انت مش موقع رسمي بتاع النادي الاهلي ولا اي حاجه، ولا انك انت اساس انشاء السايت بتاعك ده هو حبك للنادي الاهلي. صحيح. فبالتالي انت عنصر معانا وبتساعدنا، بالعكس انت يعني ممكن تبقى انت عارف المعلومه وتخليها علشان
تتأكد لغايه ما تتأكد ويحصل. انا ما بعلنش عن صفقه الا لما يتم التوقيع يمضي والعقود في جيبي زي ما احنا شايفين. حتى نادين السلعاوي هي حتى في اليوم الامضاء بتاعتها في كل اللاعبات سندس النهارده حضرتك ما ابدا ما بتعلنش حتى. واحنا هنا حتى في البرنامج بنحترم ده رغم ان احنا بنبقى عارفين، ولكن فانت قصدك حضرتك ان يبقى في السوشيال ميديا لازم يتم استخدامه بالشكل اللي يساعد النادي يعني وبيساعد اللاعبين. تفرق كتير جدا يعني. الولاد مجتهدين جدا يعني لازم محدش عايز يلعب وحش. لا لازم نعترف، لا الولاد اللي هم ماسكين الحاجات بتاعت السوشيال ميديا يعني انا بستغرب يعني بيجيبوا معلومات جميله مجتهدين جدا 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 بيحبوا النادي اولا وبيحبوا النادي الاهلي طبعا. كل واحد بيحب النادي الاهلي بطريقته صحيح. فهم يعني احنا لازم نشجعهم وكل حاجه لان ده شيء مستجد علينا يعني. احنا كاجيال يجب ان احنا نتجاوب مع العصر ومع ان النهارده هو الجيل الرابع والدنيا لازم نحترمها وكل حاجه. بس ايه من خلال البرنامج بقول لازم يحصل في نوع من التعاون ما بين المواقع دي كلها، وامتى تنزل الخبر وامتى ما تنزلش الخبر. ما تضغطش على لعيبتك حتى لو في نقد، يبقى النقد بطريقه كويسه. ما تضغطش على لعيبتك بناء، انت قصدك حضرتك يبقى النقد بناء لمصلحه الفريق ويبقى التوقيت برضه. واحنا اللي بنحاول والله يا كابتن كل ده لاسعاد الجمهور طبعا. الناس كل اللي احنا بنعمله ده طبعا لاسعاد الجمهور. طب خلينا ننتقل من حضرتك، احنا اتكلمنا على كره السله الرجال، كره السله السيدات 7 صفقات من العيار الثقيل. يعني يمكن 7 لعيبه من 14 لعيبه ده كان ميركاتو كبير جدا. بس خلينا اعرف راي حضرتك، بس خلينا نروح لفاصل يا كابتن وارجع لحضرتك تاني. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل اعلاني ونرجع مع كابتن رؤوف نستكمل هذا الحوار الشيق. اهلا بحضراتكم من جديد، وبنستأنف حوارنا الشيق الحقيقه مع كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. كابتن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن كره السله سيدات، 7 صفقات من العيار الثقيل تم تدعيم بهم الفريق، كيف ترى هذا الفريق هذا الموسم؟ برضو هحاول ايه السبب الكم الكبير ده بالنسبه للانتقالات. ان اتحاد كره السله لاول مره طبق عقود الاحتراف على اللاعبات زي اللاعبين. اتحاد السله سبق جميع الاتحادات بالنسبه للاحتراف للاعبين، ولكن قرر ان هذا الموسم 2021 ان كل لاعبه يجب انها تكون موقعه على عقد احتراف موحد صادر من الاتحاد. ده معناته ايه؟ ده معناته ان هو اصبح كل لاعبات مصر كانه موسم انتقالات. اصبح صحيح. جميع لاعبات مصر فري بما فيهم لاعبتي انا بتاعت النادي الاهلي، كل اللي كانوا بيلعبوا الموسم اللي فات معايا اصبحهم لعيبه فري. بقى عندك هدفين. الهدف الاول ان تحافظ على اللعيبه بتاعتك وعلى نجومك طبعا، وفي نفس الوقت الهدف الثاني اللي هو ضم العناصر المميزه في مصر. فالخطه الموضوعيه حطها طبعا الجهاز الفني وحط احتياجاته ايه بالحرف. يعني كل ما طلبه الجهاز الفني تم توفيره، سواء الصفقات الداخليه اللي زي ما حضرتك قلت وصلت العدد ل7، زائد الاختلاف التكتيكي في اللعيب المحترفة. بمعنى بعد ما الكابتن علي هاشم اختار التشكيلة بتاعته من الدوري المحلي والأندية المحلية، شاف بقى ايه المكان اللي ناقص، فأصبح المكان اللي ناقص عنده ممكن عايز حد طويل تحت الباسكت. النهاردة تم برضو الموافقة على التعاقد بلعيبة من دبليو بي ايه دبليو ام بي ايه، ولعيبه يعني السي في بتاعها عالي جدا. فالنهارده الحمد لله زي ما عملنا في فريق كره السله رجال، الحمد لله كره السله سيدات فريق ربنا ان شاء الله هو البطل وان شاء الله يحافظ على ده بإذن الله. خلينا كابتن نروح على الالعاب الفرديه سريعا عشان الوقت بيمر. في انجازات كبيره حصلت السنه دي في السباحه، الجمباز، الكاراتيه، كل الالعاب حصل فيها انجازات كبيره، كلمنا عنها يا كابتن. يعني هو الحقيقه يعني تملي الالعاب الصالات هي اللي بتشد الانظار بالنسبه طبعاً للمتفرجين وللناس والميديا وكل حاجه. فمهما حققنا انجازات في الالعاب الفرديه هي دي بقى النهارده اللي بنسميها الالعاب الشهيده فعلا. يعني زمان كان يطلق الالعاب الشهيده على الالعاب غير كره القدم، لا النهارده اصبحت السله والطايره واليد دخلت ما بقتش شهيده. فعلشان كده احب اقول لك ان في يعني تفوق
كامل بالنسبه للالعاب الفرديه. ما اعرفش ليه ما بيتركز عليها السبوت، يعني الالعاب القوى لما بتكسب كل البطولات. تيجي بالنسبه للجمباز، كم حوالي 158 ميداليه متحققه السنه دي، فريق الدرجه الثانيه لاول مره بيفوز، ودي حاجه ما حصلتش قبل كده. نيجي نبص بالنسبه للالعاب الماء، انت ما كنتش موجود على الخريطه بتاعه الغطس. صحيح. لاول مره فريق الغطس بتاعك بيكسب البطوله. فريق الوتر بولو كانت عبد السلام اللي تاهلت الاولمبياد لتاني مره بالظبط كده. والوتر بولو يعني المنافسه كانت محصوره ما بين هليوبلس والجزيره، وكان بيجي الاهلي من بعيد. ممكن من بعيد. لا النهارده انت الحمد لله. صحيح. بعد قرارك الترباوي بوقف 7 لاعبين بعد المشكله الشهيره ما بين النادي الاهلي ونادي الجزيره وتصعيد الناشئين، استطعت الفوز بكاس مصر، وان امبارح اتعادلت مع الجزيره في الماتش الاول بتاع البلاي اوف، وبكره عندنا الماتش الثاني على عندنا على ارضنا في حمام السباحه بتاعنا الماتش الثاني، يعني قاب قوسين او ادنى من الفوز ايسر ببطوله الدوري ان شاء الله. بالنسبه للسباحه، السباحين بتوعنا كلهم على طول مسيطرين على 90% من الايفنتات كلها من اول لاخرها. علي اخلف الله طبعا لعيبه النجوم، لعيبه كلهم ناس بتوعنا الحمد لله اللي في الجامعات الامريكيه، وعادوا كلهم من احسن السباحين اللي في مصر. هتبص تلاقي العاب المضرب، هتبص تلاقي يعني حتى الانجازات العالميه كلها اللي بتتم، سواء مصطفى عسل اللي حضرتك بتتابع سكواش اللي هو نتيجه المباراه دلوقتي 2-2 يا كابتن. طيب يعني برضو ده سبق بالنسبه للساده المشاهدين. ونبص في ناس كتير، ماير شريف مثلا التنس. بالنسبه للتنس هتبص حضرتك طب التفاوض مع ماير ماشي كويس يا كابتن؟ ان شاء الله الدنيا ماشيه كويس باذن الله ان شاء الله. يعني هو الحقيقه طبعا هي بعد ما رجعت على طول يعني الاتصال على طول موجود ما بيننا وما بينها، وباذن الله يعني عن قريب على طول بتوقع بالاستمرار مع النادي الاهلي. وهي بنت النادي الاهلي اكيد طبعا. اكيد اكيد اكيد, أكيد. بس يعني عايز اقول لحضرتك طبعا بعد الحاجه الكبيره اللي هي عملتها بعد ما رجعت، وكانت فتره قليله اللي عدتها في مصر، قعدت اسبوع بس. فيعني ما يعني لا ما كانش في وقت جاي كتير وموسم طويل لسه ما بداش. في عندنا برضو في تنس الثوره، صحيح امبارح استطعنا الفوز ببطوله الرجال للمره 31 ال11 ده انجاز، لكن انا تملي عيني تملي ما ببصش الفرقه اللي بتكسب، انا عيني كمدير نشاط رياضي مش انت بس يا كابتن، الجمهور نفسه يعني على الفرقه اللي بتخسر. لكن زي ما بقول لك يعني شيء ايه لما حضرتك تيجي تستعرض. طب السيدات عندك خطه ان شاء الله السنه الجايه لسيدات التنس الطاوله يا كابتن؟ هل في تدعيمات هتحصل ولا؟ يعني عايز اقول لحضرتك ايه، احنا هاخد اعتقد منك الخط فريق كره اليد السيدات برضه هرجع اقول لك، يعني لما اجي بتكلم انت اللي بتكلم على الفرق اللي ما حققتش الانجاز بتاعها على طول، يعني وصول اللعيبه امبارح سندس والنهارده توقيعها في مكتبي النهارده، ده دعم سريع ليه؟ لان احنا لما بنشوف ان في اي حاجه محتاجه الدعم. صحيح. يعني مركز سنتر هاف في الفريق كان محتاج دعم بالظبط، ومحتاج دعم من لعيبه ليفل 1 بالظبط. نيجي بص بقى للتنس الطاوله، انت كنت متربع على عرش التنس الطاوله بقالك سنين طويله، مده طويله رجال وسيدات. النهارده بتيجي تبص النهارده مثلا احسن لعيبه المفروض عندك ومصنفه دينا مشرف النهارده سافرت المانيا واحترفت ايضا كويس. يعني مثلا نادين برضو لما تيجي يعني لسه كانت في حاله ولاده ولسه جايه ما لحقتش ترجع للمستوى الطبيعي بتاعها، لكن لما تيجي تبص امبارح هنا جوده عندها 13 سنه و14 سنه، كانت واحده من الثلاثه اللي كانوا بيلعبوا بنت 13 سنه هنا جوده، ومروه الهديبي. ولما تيجي تبص مجموع الافرج بتاع السن صغير ده يطمنك ضمن اضافه لمجموعه اللاعبات اللي كانوا قاعدين. فبرضو يعني احنا عينينا على اي دفوهات بتحصل او، لكن يعني حجم الانجاز اكبر بكبير هو جدا. ده اللي انا عايزه، انا باخد الكلمه لازم اقيس يعني. هو التارجت بتاعي ان انا الحمد لله ان انا افوز بكل البطولات وكل حاجه وده هدفي، لكن لما يكون انا كم البطولات اللي انا دخلتها كسبان منها 90 او 95% ممكن الناس بتسيب كل حاجه وتمسك في الحاجه اللي فيها ارساق. هو ده النادي الاهلي، عشان كده انا بقول لك ايه، بقول لك انا عيني تملي على الحاجه اللي بيحصل فيها اخفاق. صحيح. مش الطبيعي اللي احنا بنكسبها. صحيح يا كابتن، والحقيقه كان حوار جميل جدا مع حضرتك، نورتيني وشرفتيني يا كابتن رؤوف، وبصراحه اتمنى لك كل التوفيق
على المستوى الشخصي والمستوى المهني يا كابتن. حبيبي كابتن هيثم، وانا كنت سعيد جدا في وجودي معاك، شخصيه محترمه ومحاور جيد في ظل التجديدات الجميله دي. انا فوجئت طبعا، باجي كذا مره قبل كده في القناه، فببارك لكم على الحاجات الجميله اللي موجوده هنا اهوت، ووجود حضرتك في البرنامج ده اضافه كبيره، وانا متابع جيد للبرنامج بتاعك، وربنا يكرم الى الامام باذن الله. ده شرف كبير لما يطلع الكلام ده من حضرتك، اللي انا وقعت عقود انضمامي. فاكر يعني؟ طبعا. يعني عقود انضمامي للنادي الاهلي احسن خطوه في حياتي كانت على ايد حضرتك وفي مكتب حضرتك، وده لن انساه ابدا، يعني ما دام حيانا الله سبحانه وتعالى على الارض. شكرا لك، كابتن كبير، وكانت اضافه كبيره للنادي الاهلي. شكرا يا كابتن، نورتني وشرفتني حبيبي يا كابتن. شكرا. اعزائي المشاهدين، هذا كان حوارنا مع كابتن رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. مسؤوليه كبيره كانت ملقاه عليه، اتكلمنا معاه في كل حاجه. انتظرونا ان شاء الله يوم الاربعاء القادم، اولى الحد، انا اسف، الحد القادم ان شاء الله حلقتنا الثانيه او التاليه في الابطال، قصه جديده وبطل جديد مع الابطال. شكرا جزيلا.